انتقل مباشرة إلى حلب، مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. أنس، تفضل أنت معنا من منطقة الجمالية تحديدا على ما أظن، آخر التطورات ولا سيما في واقع هذا التقدم الكبير الذي جرى يوم أمس. نعم، تحية لك رانيا. التقدم لا يزال مستمر من قبل الجيش العربي السوري والقوات الرديفة بإسناد ناري من مقاتلات الجو السورية وسلاحي الصواريخ والمدفعية. الكثافة النارية تتجه في هذه الأثناء نحو الخطوط الخلفية للمجموعات الإرهابية المسلحة في مخيم حندرات، بالتزامن مع التقدم البري الحاصر للجيش على جبهات هذا المخيم. الجيش بعد أن أطبق الحصار من ثلاث اتجاهات اقتحم هذا المخيم وأحرز تقدم ملحوظ. الجيش يدرك تماما أهمية هذا المخيم الذي إذا ما سيطر عليه الجيش يشرف ناريا على أكثر من محور يمكن من خلاله شل حركة الإرهابيين باتجاه أحياء حلب. نتحدث عن هذه المحاور التي يشرف عليها لو سمحت أناس بشكل أوضح. نعم، باتجاه أحياء حلب الشرقية بما فيها كتلة الشقيف ومعامل الشقيف، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الكثافة النارية تطال ظهر عبد رب الاستراتيجية والواقع على مرتفع. الجيش يسعى إلى السيطرة عليها. السيطرة على ظهرة عبد ربه يعني فصل أحياء حلب الشمالية عن الغربية، الغربية جمعية الزهراء، وصولا إلى كتلة المعامل الصناعية والشمالية. السيطرة التي كانت على بين زيد وسكن الشبابي، وصولا إلى بستان الباشا والأشرفية والشقيف بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك فإن ظهرة عبد ربه تتيح للجيش العربي السوري الإشراف الناري نحو كفر حمراء، وأيضا يعقد العدس الواقعتين في ريف حلب الغربي، ما يعني شل حركة الإرهابيين في الريف الغربي ومن الريف الغربي إلى الأرياف الأخرى. جبهات أخرى باتت مفتوحة أيضا أمام الجيش العربي السوري على الأطراف الغربية جمعية الزهراء كما ذكرت لك، وعلى الأطراف الشمالية الشقيف، إضافة إلى بستان الباشا وما تبقى أيضا من منطقة الأشرفية. إذا الجبهات المفتوحة أمام الجيش يسعى من خلالها بداية إلى إنهاء كل التواجد المسلح على الأطراف الشمالية والغربية وإراحة المدينة بشكل تهديدها بالقذائف، لا سيما بأن المجموعات الإرهابية المسلحة قبل يومين استهدفت حي الشهباء الجديدة وأيضا شارع الأندلس من أطراف جمعية الزهراء. يضاف إلى هذه الجبهات المختلفة التي يتقدم خلالها الجيش العربي السوري الجبهات التي تؤدي إلى أحياء حلب الشرقية. لا يمكن لأي إرهابي الهروب من أحياء حلب الشرقية، وهذه باتت من المسلمات لا سيما مع الإطباق الكبير للجيش العربي السوري، ومن يستطيع الهروب فقط هم المتواجدين على أطراف جمعية الزهراء وحي الراشدين الذين يمكن لهم التوجه نحو ريف حلب الغربي وصولا أيضا إلى الريف الإدلبي. هنالك حالة من التخبط، هنالك حالة من يعني التخبط تشهدها المجموعات الإرهابية المسلحة، لا سيما بأن الجيش العربي السوري كسر أهم دفاعات الإرهابيين، دفاعات تحصينات دشم أنفاق وأسلحة متطورة كانت بحوزتهم منذ بداية الحرب هنا في مدينة حلب. إضافة أيضا إلى الأبنية المتينة، يعني عندما تحدث عن الصالات الصناعية في الليرمون نتحدث عن تحصينات قوية جدا لهؤلاء الإرهابيين بما فيها متانة الأبنية في الصالات الصناعية. الجيش خاض معارك معقدة، معارك قوية، صحيح. قام من خلالها بالسيطرة على كافة الكتل والصالات الصناعية والمعامل، وتوجه فيما بعد إلى بني زيد التي يمكن وصفها من خلال مشاهداتنا منطقة داخل منطقة، لا سيما في ظل هذه الأنفاق. المعامل أيضا الموجودة على أطراف بني زيد حولت من مصانع إلى معامل لتصنيع العبوات الناسفة والجرات والأسطوانات والتي كانت تستهدف بها المجموعات. نعم، وهذه نقطة أريد أن أسأل فيها لو سمحت لي أنس، بالسيطرة على منطقة بني زيد تحديدا وما اكتشف من معامل لتصنيع العبوات والصواريخ التي كانت تستهدف المدنيين بطبيعة الحال في مدينة حلب، نعتبر بأن نقاط الاستهداف على المدنيين باتت معدودة أو محدودة أو انتهت بشكل كامل بالسيطرة على بني زيد؟
بالتأكيد بدت محدودة، لا سيما بأن المصدر والبؤرة الرئيسية لهذه القذائف هي منطقة بني زيد. عندما سيطر الجيش العربي السوري على هذا الحي الاستراتيجي، وجدنا اليوم بأن أبناء حلب باتوا يتوجهون للعودة إلى بني زيد على وجه العموم، وعلى شارع تشرين وشارع تشرين وشارع النيل، وأكثر من منطقة في حلب شهدت نزوح اضطراري لأبناء مدينة حلب نتيجة القذائف المستمرة التي تستهدف بها أحياء حلب. يضاف إلى ذلك حي الموغامبو، السبيل، مساكن السبيل، كل تلك المناطق يعني ارتاحت اليوم من هذه القذائف. وتبقى مصادر القذائف الأخرى المدينة القديمة، بستان القصر، إضافة أيضا إلى جمعية الزهراء وجمعية الزهراء أو أطراف جمعية الزهراء التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة، باتت يعني مسألة وقت السيطرة عليها من قبل الجيش العربي السوري. إذا العودة، الانعكاسات الإيجابية بدأت منذ يوم أمس، يعني منذ يوم أمس وجدنا في الصلاة الصناعية في الليرامون عودة للصناعيين، واليوم كنا أمام غرفة الصناعة حيث توجه المئات من الصناعيين لاستلام معاملهم لكي تعود عجلة الصناعة ويعود دوران عجلة الصناعة إلى مدينة حلب. هذا له أيضا انعكاسات اقتصادية. أيضا بدء العمل من قبل محافظة حلب ومجلس مدينة حلب وكل القطاعات الخدمية لترحيل الأنقاض، وأيضا الصيانات، صيانات الشبكات بشكل عام، شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة أيضا إلى إعادة الأعمار. إذا حلب في الوقت الذي تشتعل فيها جبهات الريف فيها وأطراف المدينة تشهد أيضا عودة آمنة وعودة لطالما حلمنا بها جميعا رانيا. يعني كل أبناء حلب منذ يوم أمس إلى هذا اليوم نعيش أيام كانت هي بمثابة حلم حقق من قبل الجيش العربي السوري الذي سيستمر بحسب القادة الميدانيين. قالوا لنا بأننا سنستمر في التقدم على كافة جبهات حلب في الوقت هذا الذي يحرز فيه اليوم الجيش هذا التقدم. الجيش أعطى أيضا ممرات إنسانية، ومحافظة حلب أعلنت عن ممرات إنسانية، ثلاثة ممرات ومعابر لكي تكون معابر لأبناء مدينة حلب القادمين من الأحياء الشرقية. إلا أن الإرهابيين إلى هذا اليوم قاموا بمنع كل المدنيين، ليس فقط من العبور بل من التوجه، يعني أي شخص يتوجه إلى معبر سيطلق عليه النار بحسب المصادر الأهلية. ويوم أمس رصدنا رصاص القناص الذي جاء من بستان القصر نحو معبر بستان القصر وحي المشارقة. إذن لم يخرج إلى الآن أي مدني من أحياء حلب الشرقية لمنع الإرهابيين، في مقدمتهم جبهة النصرة، فيما الاستعدادات يعني انتهت إذا ما صح التعبير من قبل محافظة حلب. اليوم جلنا وكان لنا جولة في جبرين في ريف حلب. طيب والحمدانية. لو سمحت لي أنا سريعا قبل أن أختم معك، ما هي المناطق الثلاث التي تم الإعلان أو المعابر الثلاث التي تم الإعلان عنها لتكون هي معابر لخروج المدنيين لو سمحت؟ هي قلت منطقة المشارقة هي معبر؟ نعم، يمكن لنا الحديث عن معبر بستان القصر الذي يفصل المشارقة عن بستان القصر. المعبر الآخر هو الأعظمية عند ملعب الحمدانية، ويمكن التوجه إلى أوتوستراد الحمدانية. يضاف إليها معبر الدوار الشمالي، وهنالك أيضا معبر آخر لمن يود بتسليم سلاحه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. في العودة إلى محافظة حلب اليوم وجدنا الأبنية السكنية جميعها مجهزة بكل ما يهم المدنيين من على الصعيد الخدمي الإغاثي الصحي الغذائي لكي تكون أمام أي عائلة تأتي إلى مدينة حلب. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة الموسعة أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية، سنكون معك إن شاء الله في كل جديد. شكرا جزيلا لك.